يا اخي اذا كان الاولياء بيتصرفوا في الكون الان، تعال شوف الان الايامات دي، شوف الصوفيه عاملين كيف. الصابونابي المويه غرقت المسيد بتاعه جنب البحر هناك جهه سنار، زمان كان احنا كان مشينا له وقال بدينا، قال محايه، قال 5 سنة ما تجيك ملاريا، والله انا كل 3 شهور باخذ لي كينين وباخذ لي مصايب كثيره جدا. كذابين ساكت، فهمت؟ ويقول لك من اكل كسرتنا دخل الجنه، بتخش الحوادث لانه دي مهيوبه سيطنا بكوريك. يا انت طلبه انت ده دين شنو ده؟ فهمت؟ ورطونا، مشينا للصابونابي ولهوس، وانا طفت بالقبه الزمن ذاك قبل ان ادخل الاسلام، لفيت بالقبه والله جت 6 اشواط ومركتها، جيت راجع القبه بتاعت الصابونابي، فهمت؟ المويه بتاعته مغرقه المسيد، طب مغرقاه، فهمت؟ منتهي كله. الشيخ ما عارف بتاع مين؟ بتاع ازرق طيبه، شعره عامل زي منو كده ما عارف، عامل له قجه كبيره جدا، عامل بوب مارلي. ده مودينه وين؟ النمسا ولا وين؟ اسبانيا، فهمت؟ ودوه اسبانيا، انا ما عارف داري يشربوا لبن ولا شنو، ودوه اسبانيا، قال عشان عنده شنو غرحه ولا عنده شنو؟ عيان برضه. طيب انتم ما قلتوا بتكتبوا حاجات للناس وبتشفوا من المرض والزول بيعزم ما بيديك حاجه، كذابين ساكت، وذاك عنده والبرع مات بحصوه وذاك مات بشنو؟ وكله هوا ساي، والجيري ما عنده ولد وهوا ساكت، يقول لك نحن بندي الجنه ونحن بنتصرف في الكون، كذا انت ادي نفسك ضعفاء. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يا اخي ازرق طيبه، انت مش عندك مرض؟ عندك ما اعرف، عندك حصبه ولا عندك امراض الطفوله ما بعرفك، مش عندك؟ خليه يحولها لي انا. ده ربنا قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ما بيقدر يحولها. ناس تلقاهم باركين له وابونا الشيخ ازرق طيبه، فهمت؟ ونسواني مشلي وفي حاجات ثانيه لا نستطيع ذكرها الان، فهمت؟ وموضوع طويل جدا، هوس موجود. ده دي الطرق الصوفيه، لعب بالاسلام والجرائد تكتب وهوس ساكت. وذاك برضه جايبين شيخ الطريقه القادريه في جبره، قال جاء عنده اكسن، قال 2012 والله طبعا هو السرقه حرام، كان ما كده كان انا حيط الحرامي ده والله، فهمت؟ قال جاء الساعه 11 بالليل وخش البيت، قال عشان ياخذ قسطا من الراحه. انت لو كتبتها بالعربي ولا بالانجليزي؟ شيخ طريقه وسرقه، فهمت؟ قام الحرامي سرقه، فهمت؟ الحرامي قام سرق العربيه ذاتها. لما جبلغ الدلو كده، لما قام الصباح شكله ما قام الصبح، لما قام الصباحيه ومشى بلغ للشرطه، قال ما في اي اثر كسر، وانت لقيت العربيه؟ وانت العربيه ما لقيتها؟ قال مما يدل على ان الحرامي دور العربيه بالمفتاح، فهمت؟ انتوا ما قلتوا بتعلموا الغيب، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده الاكسن بتاعه شالوه منه وفتح بلاغ. انت فاتح بلاغ ليه؟ المفروض تقول لهم ايوه طبعا نحن طبعا اولياء وكذا وبنعلم الغيب. بالله عليك الله يجيبوا لي دوريه بالله باحداثيات، الشيخ ده يبقى زي السورية، يقول لهم طبعا شنو كذا شمال خط جرينتش على الناحيه 37 درجه و13 شنو كذا ما عارف، بتلقوا الليستيك بتاع العربيه وبتلقوا الحرامي، والحرامي الان داري يبيع العربيه، اقبضوه. وين العربيه الان؟ وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.